وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، لي خالتي مسيحية ومات ابن لها، هل يجوز لي؟ خالتي مسيحية أو نصرانية؟ مسيحية المؤمنة، لكن هذه نصرانية. نعم. يقول: خالتي نصرانية ومات ابن لها، هل يجوز لي أن أعزيها؟ هل يجوز لي أن أعزيها وأساعدها بمالي؟ نعم، الكافر يعزى بقريبه، لكن لا يدعى للميت بالمغفرة. وقال: أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك، ولا تقل وغفر لميتك. نعم. وهل لي أن أساعدها بمال لإطعام ضيوفها؟ إيه طيب، لا بأس.